يوم الخميس من الأسبوع الأخير. في هذا اليوم يقترب بنا الرب إلى نهاية، فيقدم لنا أقصى درجات حبه، يقدم لنا جسده المكسور، يقدم عرقه ودمه ودموعه وصلواته وسهره وغسله لأرجلنا. إن أحداث هذه الليلة مزيج من حب الله العميق للإنسان مع حزنه الشديد حتى الموت من أجل خطايانا. إن حب المسيح لنا في هذه الليلة وصل إلى أعلى درجاته، فتحول إلى شهوة أن يكسر ذاته ويطعم تلاميذه حتى ذلك التلميذ الخائن. تحول العطاء في هذه الليلة إلى شهوة في قلب السيد، شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم. فلسنا اليوم واقفين عند أقدام الصليب متأملين فيه، لكننا نقف مندهشين من وقوف سيدنا عند أقدامنا ليغسلها. فالتأمل عند أقدام السيد أمر سهل يقبله عقل، أما التأمل في السيد الواقف تحت قدمي أمر عجيب لا يقبله عقل. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. النهاردة خميس العهد أو الخميس الكبير، النهاردة يوم مميز لأن ربنا أسس فيه سر الشكر أو سر التناول مع تلاميذ القديسين الاثناشر زي ما سمعنا في الإنجيل، وأسس معهم هذا السر قبل ما يسعى على الصليب. احنا كلنا ضعاف او جنس البشر ضعيف من نفسه، ما يقدرش يعمل حاجة لوحده. عشان كده بولس الرسول بيقول ايه، انا استطيع كل شيء في المسيح الذي في المسيح يسوع الذي يقوينا. قوة دي هناخدها من عند ربنا، هناخدها امتى؟ لما نتحد بيه في سر التناول او سر الشكر، لما نشترك مع ربنا في العشاء السري. ده هينقلنا من احنا نكون بشريين كده ارضيين نكون سمائيين، وهيموت الاحساس الشرير اللي جوانا، الاحساس الداخلي بتاع الشرير جوه الانسان هيموت، وربنا يدينا حياة تانية خالص مع ربنا لما نتناول من جسده ودمه. عشان كده كل انسان مسيحي لازم يستعد للتناول، انه ياخد جسد رب ودمه. في العهد القديم كان ربنا لما يجي يكلم الشعب بيؤمر موسى يقول له كده، خلي الشعب يتقدس ويتطهر ويغتسل قبل ما يدخل خيمة الاجتماع. فلازم كان الشعب يتطهر ويغتسل. عشان كده بولس الرسول النهارده بيقول ليمتحن الانسان نفسه لما ياكل من جسد الرب ودمه. لان الذي ياكل ويشرب بدون استحقاق ياكل ويشرب دينونه لنفسي. لو انا خدت جسد الرب ودمه بدون استحقاق يبقى كده باخد دينونه. عشان كده لازم اكون مستعد. في العهد القديم برضه كل نفس تبقى عامله خطيه او فيها نجاسه تقطع من الشعب. ده ربنا سلمه لنا في العهد القديم. عشان كده اساس العهد معانا النهارده في خميس العهد محبة ربنا لينا. قال كده في إنجيل يوحنا، قد أحب خاصته الذين في العالم وأحبهم إلى النهاية.
هو حبنا. عشان كده في اللقان يقول كده: قام عن العشاء، ساب العشاء وخلع ثيابه واخذ منديلا واعتذر به ويصب ماء وغسل ارجل التلاميذ. قام على العشاء وابتدى يعمل يعلمنا ازاي نغسل ارجل بعض. غسل الارجل في العهد القديم بينهم على حسن الضيافة. نفتكر كده ابونا ابراهيم قابل ربنا وملائكة معاه، ولما شافهم جري وقال لهم: تعالوا لو وجدت نعمة في عينكم اقعدوا واغسل رجليكم وتاكلوا انتم مسافرين. فعشان كده حسن الضيافة ان اغسل رجلين الناس اللي مسافرة. واللي كان بيروح لأديورة زمان قبل ما تعمل الطرق، كنا بنروح خلوة فالآباء الرهبان يستقبلونا وأول حاجة يعملوها معانا يغسلوا الأرجل، حسن ضيافة. عشان كده السيد المسيح اللي بيصلي نص الليل، إنجيل لوقا معلمنا لوقا، لما دخل بيت سمعان الفريسي وبعد كده دخلت المرأة الخاطئة وابتدت تبكي بدموعها وتمسح رجلين المسيح بشعرها، فابتدى يعاتبها سمعان الفريسي. فربنا اداله مثل وقال له: لو واحد عليه دين كبير وواحد عليه دين صغير وسامح الاثنين، مين يحبه اكتر؟ وعاتب سمعان الفريسي انه ما عملش معاه اللي كان المفروض يعمله، الفضيله كان المفروض يعملها حسن الضيافه، كان هو الاولى ليغسل ارجل المسيح مش المراه الخاطئه. وعاتبه السيد المسيح انه ما عملش كده. فسر الافخارستيه المسيح، السيد المسيح عشان يعمله مع تلاميذه ابتدى بالاول بايه؟ باللقان. وليه غسل ارجل التلاميذ؟ عايز يطهرهم ويجهزهم للعشاء السري، لسر التناول. فابتدى معهم يغسل ارجلهم عشان يقدسهم ويطهرهم. وعلمنا في اللقان الاتضاع الحقيقي. ربنا علمنا درس عملي قبل النظري، وعلم التلاميذ ايضا. ابتدى يعمل وبعد ما عمل ابتدى يقول لهم درس النظر: اعملوا زي ما انا عملت معاكم، اعملوا بعضكم مع بعض. عشان كده بيشبهوا بعض الاباء ان المسيح امن عشاء، ساب السماء ونزل على الارض، وبعدين خلع ثيابه ابتدى يعمل الحاجات اللي اي مش اي حد يعملها، الحاجات الصعبه او اي يعني اقل واحد يعملها، غسل الارجل. ساب السماء وساب المجد بتاعه وجه على الارض، وابتدى يعمل الحاجه هي صعبه، الواحد يغسل ارجل الناس او يكون خدام عندهم. وقصد بكده لما كان هم بيتكلموا مع بعض يقول مين فيهم اعظم، فكان يعلمهم درس عملي ازاي يخدموا بعض. السيد المسيح عايزنا لما نتضع مش اتضاع الشكلي، الاتضاع اللي ربنا عايزه ان انا اشوف واحد خاطي ووجهه، اشوف واحد بعيد عن ربنا وخليه يتوب وارجع له طريق التوبه. ده الاتضاع اللي ربنا عايزه، مش عايز شكلي. والاتضاع بينهم على المحبه. لما ساعد واحد يتغير، الانسان ده كان بعيد عن ربنا كان بيعمل حاجات وحشه، لما انا اتضع وعامله كويس واسامحه اخليه يرجع لربنا. غسل الارجل في انه بيغفر للناس. سمعنا في الانجيل ان هو غسل ارجل التلاميذ وانه عارف ان في واحد هيسلمه يهوذا، ومع ذلك غسل الارجل بتاعته. عايز يعلمنا لو انت في حد بيضطهدك، واحد بيضايقك، واحد بيزعلك، تغسل رجله، تقدم له تواضع، تقدم له محبه.
ازاي ده بيضطهدني وبيضايقني سيد المسيح ادانا درس عشان لما يقول لنا بعد كده صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم ما حدش يقول لي دي صعبه احبوا لعنيكم دي صعبه لا السيد المسيح عملها قبل كده كان عارف يهوذا هيسلمه ويخونه زي ما المسيح بيسامحني وبيغفر لي لازم انا اسامح الاخرين ايضا زي ما ربنا بيفوت لي حاجات كتيره بعملها وانا مش واخد بالي او انا قصدها لازم افوت للاخرين مش اطلب ان ربنا يسامحني على الحاجات الصغيره وانا مش عارف اسامح الناس او افوت لهم زي ما ربنا اتضع امامي وجه وغسل ارجل التلاميذ لازم انا ايضا اتضع امام الناس ما يجريش كبرياء ما اقولش اشمعنى انا ما اتنزلش لا لازم اتضع امام الاخرين زي المسيح ساب السماء بتاعته وجه على الارض وتنازل عن حقوق كتيرة عشان يوصل لنا يوصل لمستوانا انا برضو لازم اتنازل عن حقوقي مش لازم اخد حقي بدراعي وربنا هيكافئني على كده الخادم في اللي قال النهارده لازم يعمل زي السيد المسيح لازم هو يتواضع ويغسل الارجل مش يكون الاول السيد المسيح قعد مع تلاميذه كتير وكلمهم عن التواضع وعن الخدمه واساس الخدمه قال لهم ابن الانسان لم يأتي ليخدم لم يأتي ابن الانسان ليخدم بل ليخدم وقال لهم كده لما جاب طفل وحطه في وسطهم قال لهم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل هؤلاء الاطفال لن تدخلوا ملكوت السموات اشمعنى جاب طفل الطفل بينسى الاساءة بسرعة الطفل ما بيجيش يقعد في المتكئ الاول طفل لو انت قلت له ارجع ورا يرجع بحسن النية الطفل ما بتخانقش يكون منه يكون اعظم من اخوه الطفل عنده محبة يبقى كله مع بعضه يتفسح كله مع بعضه يحب اخواته يلعب مع اخواته ما يحبش المتكئ الاول او يكون هو اعظم من اخواته عشان كده جاب طفل وحطه وسطهم وسيد المسيح مدح التلاميذ قال لهم طباكم لو انتم سمعتم الوصية طباكم لو حفظتم الوصية طباكم لو نوفستم الوصية زي ما هو خدمنا نخدم الاخرين زي المسيح ما خدمنا نخدم الاخرين وعندنا مثل القديس العظيم الانبا بيشوي كان بيظهر له المسيح كتير ومعاه الاباء والرهبان في الدير طلبوا منه انه عايزين يشوفوا المسيح زيه راح لربنا وقال له فقال له خلاص في اليوم الفلاني هاجي لكم على المكان عالي في جبل كده كلنا فاكرين القصة طبعا ان الاباء الرهبان كلهم بيجروا بسرعة عشان عايزين يوصلوا المسيح يشوفوه ويقعدوا معاه اطول وقت وهم ماشيين لقوا واحد عجوز ماشي بيسألهم رايحين فين قالوا احنا رايحين نقابل المسيح طب خدوني معاكم وهو كان تعب كبير في السن كده وهيمشي بطيء قال لهم مش هنعرف ناخدك معانا انت هتأخرنا ومش هنلحق الميعاد بتاعنا كده معلش احنا نسبقك واحد ورا التاني ورا التالت وسبقوا هم وبعدين جه الانبا بشوي وكان كبير في السن مش صغير وشاف الراجل وحكى له نفس الحكايه فالانبا بشوي من التواضع بتاعه قال له خلاص انا هاخدك معايا وخده لقاه تعبان هيعطله فشاله عشان يلحق يسبق يوصل يشوف المسيح في الاول لقى الوزن بيتقل عليه مش قادر وشويه لقى الوزن خف خالص وبعدين عرف ان ده كان السيد المسيح وبعدين راح لهم انبا شوي بعد ما المسيح سابه
راح للاباء الرهبان قال لهم اللي انتوا قابلتوه في الطريق ده ومحدش شافه خالص ولا حد ساعده ده كان المسيح. فانا اتعلم التواضع، اتعلم التواضع مش الانانية او الذات او انا اسبق اكون لوحدي، انا عايز اكون مع ربنا. ربنا لما خلق ابونا ادم خلق مع البشر كله، مش خلقت لوحدك. وفرحة الناس او فرحة الانسان انه بيكون بيساعد حد، بيفرح حد. في ناس كتيرة كده بتيجي في العيد تروح تشوف تزور حد تعبان، حد مريض، تروح لناس في مستشفيات، دي تحس الفرحة بتاعتها. فربنا عايزنا نفرح مع الآخرين، نتواضع، مش أكون أناني وأفرح لوحدي. السيد المسيح لما قال لبطرس والتلاميذ يغسلوا رجليكم، راح بطرس قال له إيه؟ نفتكر مع بعض، قال له لن تغسل رجلي أبدا، لن تغسل رجلي أبدا. إحنا برضو بنعمل زي بطرس، بنقول لربنا لا أنا مش عايز كده، مش ده الطريق اللي أنا عايزه، مش دي الحاجة اللي أنا عايزها. وساعات بنقول لربنا ليه يا رب بتعمل كده، ليه يا رب بتعمل كده، ليه ما عملش الطريقة دي، ليه سايبني كده. زي بطرس الرسول متسرعين مش عارفين قصد ربنا ايه، بنفتكر بامكانياتنا ان احنا نقدر نساعد بعض، او انا اقدر اغسل رجلي، او اطلع نفسي من المشكله دي بامكانياتي انا، مش بنتكل على ربنا. لكن لما المسيح قال له مش هتبقى ليك معايا مكان لو انت ما سمعتش الكلام، ما سمعتش الوصيه. فسمع الكلام بطرس الرسول والسيد المسيح غسل رجليه. نخلي بالنا ان غسل الارجل ده اشاره للبشاره، اشاره للبشاره. احنا بنتقدس ونتطهر وبنسمع كده في القداس، لان كل مره تاكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي. دي بشاره، بشارة بسر التناول. فأنا لما أتقدس وربنا يغسل رجلي واستعد واجي أتناول ببشر بربنا. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال لبطرس لسا تعلم الآن ما أنا أصنع لكنك ستعلم فيما بعد. لما قال له طب مش يغسل رجلي بس، كل يتغسل، يغسل لي جسمي كله، قال له لا، اللي اتغسل خلاص مش محتاج غير غسل الارجل. وبيشبه غسيل الجسد بالمعموديه. فاحنا لما بنتعمد بنتعمد مره واحده، لكن لما بنيجي نغسل رجلينا بنغسلها كذا مره. ليه؟ دي اشاره للتوبه، اشاره للتوبه. لو انا بمارس سر التوبه بمارسها على طول، انا اغسل رجلي على طول، اتنق على طول، اتطهر دايما، ارجع واتوب لربنا. فأول حاجة السيد المسيح قال لبطرس عايزه يسمع الوصية، لست تعلم الآن، اسمع الوصية. عشان كده لو احنا بنتابع في النبوات في البصخة، صفانيا قال ايه؟ اسمع يا يعقوب اسرائيل، اسمع يا يعقوب اسرائيل الذي دعوته انا هو معلمك. فربنا هو المعلم بتاعنا. وفي هو الشعب يقول له اسمعوا كلام الرب يا بني اسرائيل. مشكلتنا من اول ابونا ادم لحتى الان ان احنا مش بنسمع الوصيه. نفتكر سبب السقوط، ابونا ربنا قال لابونا ادم ما تاكلش من الشجره دي، كل من كل ده الشجر ده كله ما عدا الشجره دي ما تاكلش منها. حصل ايه؟ ما سمعش الوصيه. فاحنا مشكلتنا مش بنسمع الوصيه. ففي التوبه لما اجي اقدم توبه لربنا وأراد أنه أغسل رجلي، هو يغسل رجلي واللي هما يغسل رجلي أنا برضو أعمل زيه. هو غفر لي خطية بتاعتي، أنا لازم أغفر للآخرين، لازم نحب المضطهدين بتوعنا. لو حد بيضطهدني
لازم اسامحه، احبه. وفي معلمنا يعقوب رسول بيقول ايه؟ يقتربوا الى الله فيقترب اليكم، نقم ايديكم ايها الخطاة، نقوا ايديكم الخطاة، طهروا قلوبكم. ليه؟ ربنا عايزني اكون مقدس وطاهر. ليه؟ عشان اتقدم لسر التناول اكون طاهر ومقدس. فالتوبة عمل دائم، التوبة سر التوبة عمل دائم. لازم في سر التوبة احاسب نفسي، سر التوبة احاسب نفسي اول حاجة عشان استفاد واكون مستحق للتناول. يبقى اول حاجة عشان اتوب احاسب نفسي. تاني حاجة الوم نفسي، الوم نفسي ليه بعمل كده؟ ليه غلطت؟ وبعد كده ارجع اتوب. طب انا غلطت، ارجع اقف اتوب تاني. تالت حاجة اعملها البكاء. لو نشوف كده عملنا مقارنة بين ابونا ادم وبطرس الرسول. ابونا ادم لما شاف ربنا افتكر الوصية، عمل ايه؟ ايه يا ادم انت اكلت من الشجرة؟ ما قال له راح ايه؟ ما حواء هي اللي اكلتني، ومنى حواء هي اللي ادتني واكلتني، ومنى حواء قالت ايه؟ نفس القصة دي، الحية هي اللي اكلتني. لكن نبص نشوف بطرس الرسول عمل ايه. اول لما سمع صياح الديك افتكر الوصية، افتكر الوصية، راح وبكى بكاء مر. دي التوبة، البكاء المر ده التوبة. في قول لأحد الآباء بيقول إيه؟ أنا رجل خاطئ قد جيت عشان أبكي على خطاياي. جه وقعد في البرية عشان يبكي على خطاياي. وفي قصة جميلة بتقول أن أحد الآباء الرهبان الكبار جه وقت نياحته، فاتجمعوا الآباء حواليه الرهبان، وبعدين لقوه كده مش مبسوط، فسألوه أنت مش مبسوط ليه؟ قال لهم كان نفسي ربنا يمد في حياتي يوم تاني، ربنا يمد في حياتي يوم تاني. فقالوا ليه؟ هتعمل ايه في اليوم ده؟ قال لهم هبكي على خطاياي. فقالوا تبقى لك عمر كتير بتبكي. فقال انا عايز استفاد، كل ما ازود يوم ابكي فيه على خطاياي فربنا بيسامحني. وفي قول جميل لاحد الاباء بيقول كده، ان البكاء او الدموع بتستمطر مراحم الله، ربنا ما يقدرش يقف قدام الدموع. والمرأة الخاطية لو نفتكر كده وجت وقعد تبكي على خطاياها وتبل بدموعها أرجل المسيح وتمسحها، قال لها إيه في الآخر؟ مغفورة لك خطاياك. بطرس الرسول لما بكى بكاء مرا راح وبكى، بعد القيامة المسيح قبله لأنه تاب، قدم توبة. فأنا في التوبة بتاعتي فيها بكاء، دي من دليل التوبة بتاعتي. يبقى أول حاجة حاسب نفسي في التوبة، تاني حاجة ألوم نفسي أني اللي غلطت، هل ما سمعتش الوصية؟ هل ما حفظتهاش؟ وتالت حاجة أني أبكي على الخطايا بتاعتي، أبكي قدام ربنا، وربنا فعلا هيستجيب ليا أول ما أبكي ليه على طول. والأنبا بيمن بيقول ايه؟ التحرر من الخطية بالبكاء كما علمنا الكتاب المقدس، ابكوا ونوحوا في النبوات، ابكوا ونوحوا. لو انا عايز اتحرر من الخطية بتاعتي ابكي على الخطية بتاعتي، اقدم توبة. مشكلتنا التوبة بتاعتنا مش تبقاش نقية او مش كاملة. لما باجي اقدم توبة او اروح اعترف بقدم، هو اسمه سر التوبة والاعتراف، بروح اعترف لكن مش بتوب. عشان كده اعترف وارجع اغلط تاني، اعترف ارجع اخطي تاني، نفس الخطيه مش خطيه جديده، لاني ما قعدتش الاول ومارست التوبه. التوبه في المخدع بتاعي، امارس التوبه في المخدع بتاعي. التوبه الوم نفسي، التوبه يعني ما ارجعش اعمل نفس الخطيه تاني. لو انا رحت اعترفت بالخطيه
ورجعت عملتها تاني بقى انا ما توبتش. لكن ممكن الشيطان يوقعني فيها وممكن اقع فيها لوحدي تاني. فانا لما اروح واعترف، وده اللي قاله السيد المسيح قاله لنا، اروح اقدم توبه في الكنيسه امام ربنا وابونا. الابن الضال لما تاب رجع قال ايه لابوه؟ اخطات امام السماء وقدامك، قدام ربنا وقدام ابوه. المراه الخاطيه راحت في بيت سمعان الفريسي قدام الناس كلها، راحت للمسيح وكانت بتبكي على خطاياها، ما اتكسفتش، لكن راحت واعلنت التوبه بتاعتها. ما يضحكش عليا الشيطان يقول انا بينك وبين ربنا توب وخلاص واعترف بيها بينك وربنا، لا. ده حتى الابرص اللي المسيح شفاه، خلاص ده المسيح شفاه، مفيش حد تاني اعلى منه، قال له ايه؟ روح وري نفسك للكاهن وكمل الشريعه بتاعت موسى، روح للكاهن. فالاعتراف في اعلان للخطيه بتاعتي، زي ما في سر الاكليل ان في احد اركانه الاعلان، الناس تعرف ان في اتنين يبقى ليهم اكليل مع بعض وتزوجوا. يبقى الاعلان في التوبه اروح ابكي على الخطيه بتاعتي اعترف بيها قدام ربنا وقدام ابونا الكاهن. يبقى انا كده مارست التوبه ومارست الاعتراف، كده انا رجلي اتغسلت. يبقى انا مستعد لانجيل النهارده، للسر اللي عمله السيد المسيح مع التلاميذ القديسين، سر التناول ده الثبات في ربنا. من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. الانسان بيتعمد مره واحده وبينزل في العالم، بيتعامل مع ناس كتيره، بيغلط، لكن يرجع يتوب. هذه التوبه. قال لك الصديق يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم، مش مشكله، همشي ارجع اغسل رجلي تاني اتوب. عشان كده هنتعلم النهارده من يوم العظيم ده او خميس العهد الكبير، ان انا غسل الارجل دي الطهاره، غسل الارجل دي التوبه، القداسه. اللي يتقدم ياخد جسد الرب ودمه لازم يكون مستحق، ما يكونش زعلان من حد. ودي اللي قالها السيد المسيح، لو انت هتقدم قربانك روح اصطلع مع اخيك. ازاي هتحب ربنا اللي مش شايفه واخوك اللي معاك في البشريه مش بتحبه؟ عشان كده ساعات في ناس لما بتغلط تقول مش شايفه ربنا، مش حاسس بيه، بقف اصلي لربنا بس مش حاسس انه بيسمعني. المشكله ان الخطيه كتيره عامله حاجز بيني وبين ربنا، مع ان لو الانسان قاعد يفكر شويه كده ان ربنا ساب السماء وجه هنا مش عشان الابرار، مش عشان الصديقين، ده جه من اجل الخطاه. كل اعاده لما نقرا الانجيل كده بيقعد مع مين؟ مع الخطاه، الزناه، العشرين. ففرحه ربنا ان يجي يقعد مع الخطاه ويتوبوا. ربنا ما جيش يقعد مع الغناه او الاغنياء، ربنا ما جيش يقعد مع الابرار، ده جاي عشان الخاطي، الانسان الخاطي. بيقول كده القديس شنودة رئيس متوحدين، بيقول السماء بتفرح، السماء بتفرح باللي يتوبوا على الارض عشان يرتاحوا في السماء، والسماء مش بتفرح باللي مش بيتوبوا على الارض عشان مفيش راحه ليهم في السماء. لو انا تبت على الارض هروح السماء افرح، والسيد المسيح قالها السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بار، الواحد يساوي 99 بار. وده اللي قلناه في الاول، الاتضاع اللي عايزه ربنا مننا، ان في واحد ارجع واحد عن طريق شر، اخلي واحد يقرب من ربنا، دي تبقى حاجه حلوه عملتها، ده الاتضاع مع ربنا، ده اللي عايزه، ده هو غسيل الارجل، مش الغسيل الفعلي، لكن في ده رمزي. انا اعمل حاجات كتيره اكون شهاده لربنا، بنقول نبشر بموت ربنا ونعترف،
ابشر ازاي بموت ربنا واعترف به بامانتي، بعلاقتي مع الناس الحلوه، بالاتضاع بتاعي، اني اقدم توبه واغسل رجلي دايما، ما تبقاش سر اعتراف سريع. ما ينفعش وانا ماشي لقيت ابونا فاقول خلاص اعترف كده واقول له اللي انا عايزه. لا، لازم اقعد مع نفسي الاول، الوم نفسي وابكي مع ربنا، وبعد كده اروح اقدم الاعتراف بتاعي. ربنا يعطينا ان احنا نقدم سر التوبه ونمارسه، ونقدم الاعتراف بتاعنا لربنا وللكنيسه قدام ابونا الكاهن، عشان نكون مستحقين لجسد الرب ودمه. كل سنه وانتم طيبين، وربنا المجد الدائم ابديا امين.